أحمد، بالتوازي يعني مع موضوع العمل العسكري وعودة هذا القصف بشكل عنيف وأيضا مختلف، أيضا بالتوازي يعني يجري حديث عن موضوع فشل تمديد هذه الهدنة وإلقاء اللوم على جهات. كان هناك عدة تصريحات وكان هناك تبادل يمكن لإلقاء هذا اللوم. ما الذي يجري الحديث عنه في هذا الفشل والسيناريوهات المطروحة؟ في إسرائيل النقاش هذه المرة تقريبا معدوم، لا يوجد نقاش حول فشل الجيش الإسرائيلي، هناك محاولة لتبرير كل شيء، وهناك رقابة عسكرية، رقيب عسكري يراقب كل ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. على سبيل المثال أعطيك ما حدث الأسبوع الماضي، المراسل العسكري للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية نير دفوري كان يجلس في استوديو الأخبار الأسبوع الماضي عندما تحدث عن رسالة عممتها إحدى المجندات في الوحدة 8200 الخاصة بتقديم الإنذارات ومراقبة العدو، وحدة تجسس إسرائيلية معروفة وهي من وحدات النخبة، قدمت إنذارا لنشاط لحركة حماس ولاستعدادات حركة حماس لاجتياح كيبوتسات إسرائيلية ومدن إسرائيلية والسيطرة عليها. القائد أو الضابط المسؤول عنها تجاهل هذه الإيميلات وسخر منها. المراسل العسكري للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية الأسبوع الماضي كشف هذا الأمر، فما كان من الرقابة العسكرية إلا أن اتصلت به على الهواء، ظهر في استوديو الأخبار وهاتفه يرن وتحدث بالهاتف، وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الرقيب العسكري اتصل به مباشرة ليوبخه على هذا النشر. كذلك الخرائط ممنوعة من النشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خرائط تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أو ما هو التقدم أو هل يقترب من تحقيق أهدافه في القطاع أو يبتعد، كل هذه الأمور لا ذكر لها. بالتالي النقاش حول فشل أو تعثر أو ما إلى ذلك غائبة تقريبا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ونعرفها فقط مما يتم تداوله إما على هامش النشرات من حوارات لضباط سابقين أو مما يرد في وسائل الإعلام الأمريكية بالأساس، وما نراه في الميدان بطبيعة الحال أحمد.